السلام عليكم طلاب، مجموعة من الأسئلة جتني من زملائكم حول موضوع تشابتر الثالث. هم محاولين بارك الله بهم طبعا يحلون مجموعة من الأسئلة وواجهين بعض المشاكل، على الرغم أن بعض من هذه الأسئلة هو في شيء بسيط. على العموم حتى أوضحهن، أول شيء سؤال 23: consider an electrically heated brick house. Brick house، بيت مصنوع من البريك، مبني من البريك. K مالته 0.4، whose wall are 9 فوت، ارتفاع 40 فوت عرض، وواجهة 30 فوت. The house is maintained. درجة حرارة البيت بالداخل هي 70 فرنهايت في كل الأوقات، at all times. On a certain day، في يوم معين، the temperature of the inner surface of the wall is measured to be 55. يعني صار عندي درجة حرارة داخلية 70، ودرجة حرارة السطح في يوم معين كانت 55 فرنهايت. While average temperature، معدل درجة حرارة خارج البيت هي 45 درجة مئوية. During the day for 10 hours، لعشر ساعات، وبعدين صارت 35 درجة مئوية بالليل. يعني بالنهار 10 ساعات كانت 35، العفو كانت 45، وبالليل صارت 35 فرنهايت ولمدة 14 ساعة. Determine the amount of heat lose from the house that day. إيش قد حرارة فقدنا اليوم بالذاك اليوم، يعني الصبح وليل، يعني مو ليش صحيح أنا كاتب داي بس معناته أن أنا يوم كله اللي صباحا ونهارا. صباحا ومساء. Also determine the cost of that heat loss to the house owner. قد كلفت صاحب البيت فقدان الحرارة، فقدان حرارة أو اكتسابها، يعني قد فقد عندي حرارة حتى شنو، حتى يعوض عنها بمدفع كهربائية. البرايس مال الكهرباء هي 0.09 دولار لكل كيلو واط في الساعة. هذا شلون الحل؟ طبعا أكيد هو عبارة عن انتقال حرارة بكوندكشن، لأن احنا نحكي عن جدران. يعني أنا من عندي فقدان حرارة صار عندي فقدان في الجدار، لما عندي غرفة أفقد من الحرارة أو أكتسب، فهو خلال جدران أو شبابيك. ما له ما ذكر الشبابيك هنا، فإن نحن نحكي عن جدار. حل السؤال هذا هو كالتالي، مثل ما موجود لكم الحلول. هذا جدار ماخذ الأيل مالته، ماخذ سمك الجدار 1 فوت، و تغير درجات الحرارة معلوم عندي. عندي يعني بالنهار بالدي هو T1 اللي هي 55 درجة حرارة الجدار الداخلية، وناقص 45 درجة حرارة الجدار الخارجية، فيطلع لي Q بالنهار. أوكي، وبالليل هو نفس التعويض، عندنا كيمات الجدار معلومة، المساحة السطحية أو مساحة الواجهة، مساحة مقطعية آسف، 55 ناقص 35 درجة مئوية وعلى 1 فوت، ويطلع لنا هذا الكيو. The amount of heat lose from the house that it will be، إيش قد فقد حرارة بتلك الليلة فقط، هو كالتالي. Q dot، احنا مثل ما تعرفون معدل فقدان حرارة ومع الزمن، بمعنى احنا نحكي عن معدل فقدان حرارة من صفر Q dot معناتها هذه متغيرة مع الزمن، فبالتالي هي Q على دلتا T، واضح؟ فبما انه انا اصلا حسبت Q dot هنا، فبالتالي Q راح يكون Q dot في دلتا T بلس بالليل والنهار مجموعهن، ويطلع لي إيش قد مقدار كيو حرارة فقط وليس مع ال وليس بالأخذ بنظر اعتبار الزمن فيما موجود هنا عندي. فهي ليست مجرد معدل فقدان حرارة، وإنما هي حرارة منتقلة اللي هي كيو، اللي هي وحدات الواط عادة بال International Units والبريتش يونتس BTU. إذن
الكلفة شو راح يساوي لنا؟ نعم، الكوست هنا راح تكون 191,520 تقسيم هذا المقدار. هذا المقدار هو لتغيير الوحدات من البي تي يو إلى الواط والكيلو واط وغيره والأور، مضروبة في مقدار 0.09 دولار اللي هي الكوست مالتي، ويطلع لي هذا الكوست الكوست الكلية أو شو قد كلفت أبو البيت حتى يدفي البيت. شكرا جزيلا. السؤال الآخر هو سؤال 33. 33 consider a house whose wall are 12 foot height and 40 foot long. عندنا جدار بأن بيت بأحد جدرانه هو 12 في 40 foot. Two of the walls اثنين من الجدران of the house have no window أبيهن شبابيك. While the each of other walls has four windows ولكن بقنا عند اثنين بيهن أربع شبابيك. Made of 0.25 inch thick glass يعني عد الزجاج سمكة 0.25. الكي مات هذا الزجاج هو 0.45 المستخدم لصناعة الشبابيك، وأبعادها هي 3 فوت في 5 فوت. The wall are certified to have an R value. المقاومة مع الجدار بتكيها مباشرة مقدارها 19 اللي هي L over K يعني هذه per unit area value of 12 hour of 12 value of واللي قيمتها عفوا 19 hour dot foot تربيع فرنهايت على بي تي يو. هذه قيمة ال R مالتي. Disregarding اهمل any direct radiation gain or lose through the window ماكو اي عندي اشعاع داخل او خارج من المكتسبة او فاقدة خلال الشباك. and taking the heat transfer coefficient of the inner outer surface to be 2.4 BTU على edge dot foot تربيع فرنهايت. هذا ال heat transfer coefficient اللي هو ال edge مع الداخل والخارج، فاذا الخارج والداخل هو 2 والخارج هو 4 respectively. determine the ratio of heat transfer through the wall with and without windows يعني إذا استخرج مقدار معدل انتقال الحرارة بوجود الشبابيك وعدم وجود الشبابيك. هذا سؤال حقيقة هو يعتمد على المقاومات، بما أنه مطين resistance هنا value فإذا أنا أشتغل على المقاومة الحرارية للجدران، وما نعد ويندو إذا عندي خلط بين مقاومة الجدار ومقاومة الشباك. بالبداية نعتبر أنه الجدار مالتي هو ما بي شباك، مجرد مقاومات، مجرد جدار عادي مصنوع من الطابوق، والمقاومة مطينيها مالتي اللي هي L over K مطينيها 19 إذا تذكرون هذه. فإذا رجع أجي أمثلها كمقاومات، فعندي مقاومة convection ومقاومة wall ومقاومة كونفكشن داخلي خارجية داخلية جدار خارجي. فأبدي واحدة واحدة أحسبهن. أول شيء مقاومة داخلية واحد على اتش اي وكله معلوم. أدي المساحة السطحية أو المساحة نعم المساحة السطحية هي 12 فوت في 40 فوت، ها موجودة معلومة عندي، واستخرج قيمة ار ان. الار وول هي 19 على مجرد هم هذا المقدار معلوم اللي هو ال اوفر كي معلوم، مجرد أقسم على المساحة وطلع قيمة R wall. ال R out هي واحد على edge out، وإذا موجودة عندي قيمتها في 408 اللي هي المساحة السطحية. R total يساوي R in زاد R wall زاد R out وهو مقدار هذا 0.04 11417. The thermal resistance through the wall with the windows يعني إذا هسه عندي جدار هنا الحالة تختلف، عندي مقاومة إضافية اللي هي مقاومة الجلاس. إذا تلاحظون شلون ربطناها، ربطناها على شكل على توازي، ذلك لأنه الجلاس والوول هن موجودات في مقطع واحد. يعني أنا مو عندي مثلا الجلاس الوول تبع الجلاس، لا هن ثلاث موجودات في مستوى واحد لكنها في مكانين مختلفين، فبالتالي تكون مقاومتي مربوطة على التوازي. هاي سبق وأن وضحتها أنا في مثال سابق. إذا مساحة الجدران هنا راح تختلف عندي، ليش؟
مساحة الجدار هنا راح تختلف قدي. لأنه المساحة المساحة الكلية كلها أطرحت معدها مساحة الويندو اللي هي الشبابيك، فصارت عندي مساحة جديدة للجدار. المقاومة الثانية هي مقاومة الجلاس، أحسبها بكل بساطة 1/kA، عفوا L/kA، وهذا مقدار موجود. أنا حولته من الإنش للفوت، قسمت على 12، طالع هذا القيمة مالته. مساحة الزجاج هي 60. الـ R4 اللي هي R wall، هنا أنا معرفها بـ R4 لأنها R wall جديدة. ليش؟ لأن مساحتها اختلفت أنا عندي هسه، فمقاومة جديدة عندي إلها، فطلع عندي مقاومة جديدة. واحد ار ار اكوفلنت، هسه انا هذا شو الجزء اذا اسوي مقاومه وحده ادمجهن حتى اشتغلن، فاجمعهن جمع مقاومات متوازيه، لو واحد على ار جلاس زائد واحد على ار وول، ويطلع على ار اكوفلنت اللي هذا المقدار. ار توتال يساوي لنا ار ان زائد ار اكوفلنت، انا صار عندي مقاومه وحده فقط متمثله بالار اكوفلنت زائد ار اوت، وهذا هو المقدار. Q dot the ratio of heat transfer through the wall with and without the هذه هي النسبة مالتي اللي Q total 2 اللي هي without glasses without window عفوا no no with windows، وتطلع لي هذه قيمتها اللي هي أنا دي دلتا تي على R total، دلتا تي على R total، ويطلع لي قيمتها 17.7. نعم، السؤال الآخر هو سؤال 63. Consider a 6 inch في 8 inch epoxy glass laminate. في المادة الإيبوكسي موجودة متوزعة مكان معين، يعني حاطيها مكان معين على شكل عازل حراري. اوكي، الكي مالتها 0.1، هو الثيكنس وسموكها 0.05 inch. In order to reduce the thermal resistance لتقليل مقاومتها الحرارية across its thickness في خلال سمكة cylindrical copper filling، جبنا فد اسطوانات على شكل من مادة الكوبر النحاس، واللي هي الكي مالتها 223، شوف الفرق بين الكي اثنيناتهم، و قطرها 0.02 inch، قطرها 0.02 inch، وخليناها في مكانات متفرقة على الإيبوكسي. هاي المكانات تحددت ببعد بيناتهن هو مقدارة 0.06 inch، هذا المسافة بين اسطوانة واسطوانة بين مراكزها حقيقة. Determine the new value of thermal resistance، احسب القيمة الجديدة للمقاومة الحرارية للإيبوكسي بورد، هذا البورد مال الإيبوكسي، for heat conduction للانتقال الحراري بالتوصيل، across a thickness من خلال سمكة as a result of this modification، نتيجة هذا التطوير أو التحديث اللي هو خليناه، يعني اللي هي لما خلينا الكبر سلندر فرق بالمقاومة الحرارية. طبعا هي المقاومة الحرارية راح تقل أكيد، بس هو يريدك أرقام حسب هي. بالبداية هو ما مطيني ايش قد عدد السلندر والكبر، مطيني المسافة بين المراكز. فاحنا شو نسوي؟ نحسب المساحة الكلية للبورد اللي هي A total، نحسبها طلع قيمتها، بعدين نحسب المساحة مساحة الكوبر كل واحد من عندهم. اوكي، ونجي الان كوبر هو عبارة عن شنو؟ نقسم البورد 3/3 اللي هو مساحة كلية على المساحة اللي ياخذها اربع قطع من الكوبر اللي هي مساحة مربعة، مسافة بيناتهم 0.06، يعني لو ترسم انت مربع بالمربع من مراكزين فهي بوينت مربع بخطوط متواصلة بين مراكز الاسطوانات، فهي 0.06 في 0.06 طبعا تقسيم 12 على اعتبار انها احولها للفوت، فيطلع لي عدد الكوبر هو 13.33 number of filling. طبعا هي ناخذها احنا 13 بوينت 3، تريد تخليها تريد لا تاخذها كما هي يعني او تقربها، مشكلة انها يعني ارقام عن عدد وليس رقم. مساحة الكوبر هي ان مساحة كلية للكوبر، يعني قد يغطي النحاس من هذا البورد كله، فهو عددهم في مساحة الدائرة لان هي دوائر،
فإذا مساحة الإيبوكسي المتبقية هي أي توتال ماينس أي كوبر يطلع لها مساحة الإيبوكسي. نحسب طبعا هاي مقاومات متوازية لأنه مثل ما قلنا موضوعات في مستوى واحد وليس متتابعات، يعني هن موضوعات في مكان واحد في مستوى واحد وليس متتابعات قطعة بعد جزء بعد جزء، فيساعد مقاومة التوالي. فresistance of copper هي all over Ka وكل المعلومات دي، والإيبوكسي واحد على Ka. للبورد كلها هو مجموع، بما أنه أنا عندي مقاومة توازي إذا مجموع مقاومات توازي اللي واحد على R board يساوي واحد على R copper زائد واحد على R epoxy ويطلع لي R board اللي 0.064 0.0064. هذا سؤال 63. سؤال 56 أيضا عبارته بس هو نفس الفكرة اللي هنا نفس مقاومة التوازي وبسيط. بقى السؤال 29 هو عن راديشن يهمل لأن احنا ما درسنا راديشن، و67 أيضا عن راديشن يهمل. شكرا جزيلا وشكرا لأسئلتك الحقيقة، يعني هذا دليل يدل على متابعتك للمادة. شكرا جزيلا.